اهلا بحضراتكم مره تانيه. وزي ما شفنا يمكن نبذه كده عن حياه الشخصيه الملهمه وعالم الاثار الكبير ومؤسس هذا العلم في مصر الاثري احمد كمال باشا. حكاياته قصص كتير لسه هنتعرف عليها، وكمان هنعرف كواليس كتير من هذه الاكتشافات، وكمان مسيرة أحمد كمال باشا مع تمصير هذا العلم ومع تخريج علماء كبار قامت عليهم بعد كده علوم الأثار في مصر. فاسمحوا لنا هنتكلم بشكل أكثر تفصيلا مع الدكتور ميسرة عبد الله حسين، أستاذ الأثار والديانة المصرية القديمة بكلية الأثار جامعة القاهرة، والعالم الكبير الحقيقة لنا من عشاقه ومتابعيه، ودايما بحب أسمع محاضراته واستفدت كتير من كمان محاضراته عن الديانة المصرية القديمة تحديدا، وطبعا ليه إسهامات بارزة ممكن المومياوات وغيرها من الإسهامات وعدد من الكتب والمحاضرات في عدد من الجامعات في مصر والعالم. بشكرك أنك نورتنا. العفو، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وشكرا جدا على التقديم الكبير ده. لا طبعا تستحق أكتر من ده. وهبدأ معاك، يمكن اخترنا النهاردة شخصية يعني مش قليل عليها نوصفها بالعبقرية، دي حقيقة. أحمد كمال باشا قصة حياته أصلا فيها تميز كبير، وكانت مرتبطة بشكل كبير جدا بالأثار وعلوم الأثار. لو حضرتك إزاي كانت قصة أحمد كمال باشا هي قصة بداية تمصير علوم الأثار؟ الحقيقة أحمد كمال باشا عليه رحمة الله، ويمكن إحنا بنحتفل بمرور أكثر من 100 عام، هو توفى في 6 أغسطس 1923، فإحنا دلوقتي بنحتفل بالعام 101 على ذكرى. هو يعتبر الأب الروحي لعلم الآثار المصرية من المصريين، لأنه في الوقت اللي كان فيه أحمد كمال باشا موجود كان علم الآثار المصرية ودراسة الآثار وحتى العمل بالآثار قاصر على الأجانب، وبالتالي كانت فكرة أن مصري يغزو هذا المجال ويعمل فيه كانت فكرة بعيدة المنال من ناحية، ومن ناحية أخرى كان الاحتلال في ذلك الوقت والدول الاستعمارية بصفة عامة سواء انجلترا او فرنسا او بروسيا او ايطاليا بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يجنبوا المصريين تماما عن دراسه هذا العلم عشان يعرفوا يسرقوا براحتهم. بالظبط، ويحتكروا هم الاسرار. كان لي اسباب كتير هذا، والحقيقه انه المشكله دي نشات معانا حتى من قبل مولد احمد كمال باشا، لانه من نهاية القرن ال17 وبداية القرن ال18 حتى قبل بداية الحملة الفرنسية ودخول الحملة الفرنسية لأرض مصر سنة 1798 كان بدأت حركات الرحالة وجميع الكنوز وجميع الآثار في جمع الآثار البصرية، وما كانش فيه اهتمام من الدولة في ذلك الوقت تحت حكم العثمانيين والمماليك اللي بيتولوا الولايات اللي هم يحافظوا على هذه الآثار، خاصة ان النصوص اللي كانت مكتوبة عليها ما كانش حد عارف معناها، كانت بتصب بمساخيط واماكن ملعونة ومش مفهومة وسحر واشياء، فبالتالي كانت كل الناس بتتجنب هذه الاماكن. لكن احنا وجدنا ان احمد كمال باشا يمكن الظروف ساعدته على ان هو ياخذ طريقه في هذا المجال. احنا نعرف ان هو اتولد سنه 1851، واتولد من اسره مصريه عريقه، وهذا الرجل لما بدا دراسته في بدايه حياته أخذ المجال المعتاد للدراسات المصرية أنه يتعلم اللغة العربية، حفظ القرآن الكريم، مبادئ الحساب في مدرسة المبتديان، ثم بعد كده دخل المدرسة التجهيزية اللي هي يعني تعادل دلوقتي المدارس الثانوية. المدرسة التجهيزية هو لما دخلها كان سنة 1864، في الوقت ده كانت المدارس التجهيزية بتلعب دور كبير قوي في تثقيف الطلاب. احنا نعرف ان محمد علي لما تولى حكم مصر وبدأ حركة النهضة أراد هذا الرجل أنه يطور مصر، وبالتالي أنشأ مدرسة الطب ومدرسة المهندس خانة ومدرسة الزراعة وهكذا، ودي كانت كلها علوم
استحضر لها أساتذة من الخارج، وبالتالي كانت بتدرس هذه العلوم باللغات الأجنبية. لذلك اللي كان عايز يلتحق بهذه المدارس كان لازم يدخل المدرسة التجهيزية يتعلم اللغات الإنجليزية الفرنسية الألمانية وهكذا. هو كان محب كمان للغات بالضبط. هو لما دخل المدرسة 1864 مع تخرجه كان هو أتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية بالإضافة إلى التركية، لأن هي كانت تعتبر لغة الدواوين والحكومة. وفي الوقت ده كان في صراع في مصلحة الأنتيكخانة اللي هي مصلحة الآثار، كان اسمها الأنتيكخانة في ذلك الوقت. كان في صراع ما بين القوى العظمى داخل هذه النظارة ما بين الفرنسيين والإنجليز والبروس أو الألمانية، مين اللي يتولى أو يضع يده على هذه النظارة. وكان الصراحة السيطرة بالكامل للفرنسيين، كان هم اللي بيتحكموا في هذه النظارة خاصة تحت يد ماريت باشا. أيوة. فكان في عندنا عالم آثار ألماني وكان رجل فاضل جدا كان اسمه هيدريك بروكش. هيدريك بروكش ده من كبار علماء اللغة وهو يعتبر ثاني واحد بعد شامبليون. بروكش كان عنده رؤية إنه لابد للمصريين يتعلموا تاريخهم. وبالتالي أنشأ هذا الرجل مدرسة سنة 1869 اسمها مدرسة اللسان المصري. مدرسة اللسان المصري دي كانت مدرسة مهمتها اللي هي بدايات الألسن اللي هتبقى بعد كده كلية الألسن. كانت المدرسة دي بتنقسم إلى عدة أقسام، كان بتدرس التاريخ القديم وبتدرس التاريخ الإسلامي وأيضا بتدرس اللغات القديمة، اللغة المصرية القديمة بخطوطها، اللغة الحبشية الأبهرية الجعزية اليوناني اللاتيني وهكذا. فوجئنا أن أحمد كمال يختار أو يوجه رغبته إلى دخول مدرسة اللسان المصري، وبالفعل يلتحق بها هو ومجموعة من الطلاب النابهين حوالي 10 طلاب ويتخرجوا من هذه المدرسة سنة 1872 على أمل أن هو يلتحق بمصلحة الأنتيكخانة ويعمل بها. لكن للأسف الشديد هو دخل بالفعل وتخرج من المدرسة هو وعلي بهجت كانوا أول مصريين كانوا أول أحمد كمال دول عشرة مصريين كان من أهمهم أحمد كمال باشا وعلي بهجت باشا اللي هو يعتبر رائد الآثار الإسلامية. هما الاثنين دول اللي كملوا في مجال الآثار، إنما الباقيين ما كملوش لأنه بعد ما تخرجوا مصلحة الأنتيكخانة رفضت اللي هي توظفه، لدرجة اللي احنا وجدنا ان احمد كمال في بداية حياته بيشتغل في مصلحة السكة الحديد والتلغراف كان مترجم كده يشتغل في وزارة المالية في وزارة المعارف في كذا مكان، لانه مرفوض تماما انه مصري يخش مصري يدرس في هذا المجال او هذا المعترك من الحياة.